السلام عليكم، وياكم اخوكم داني مامو من فريق جي اس ام ميديكال ايدوكيشن. موضوعنا راح يكون عن الهايبوكسيميا ضمن الاكيوت ريسبيراتوري فيليا. طبعا كملنا وياكم الاوبستراكتيف والريستريكتيف لانج ديزيزز، وهسه راح نحكي عن الاكيوت ريسبيراتوري فيليا اللي راح تتضمن موضوعين اللي هي الهايبوكسيميا والاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. طبعا راح نبدي بالهايبوكسيميا، والفيديو القادم ان شاء الله راح نكمل الموضوع الثاني. طبعا الهايبوكسيميا بكل بساطة هي نقصان الأكسجين بالدم بالأرتريز. طبعا لازم نفرق بين الهايبوكسيميا والهايبوكسيا. طبعا هايبوكسيا هو نقصان الأكسجين بالسيلز بالخلايا بالتيشوز، أما الهايبوكسيميا هو نقصان الأكسجين بالدم بالأرتريز. طبعا أكو عدة أسباب رئيسية للهايبوكسيميا اللي هي 5 أسباب. اولها الهايبو فنتيليشن، الهاي التيتيودز، الديفيوجن امبيرمنت، الفي كيو ميس ماتش، رايت تو ليفت شانت. طبعا كل وحده منها لها سبب ولها معنى. طبعا الهايبو فنتيليشن هو شنو؟ هو بريذنج ات ان ابنورمالي سلو ريت، يعني البريذنج يكون بسلو ريت. هذا الشيء راح يسبب لنا شنو؟ زيادة بنسبة الكربون ديوكسيد بالدم، زيادة السي او 2 بالدم. طبعا الهايبو فنتيليشن ممكن يصير بسبب عدة امور، ممكن الستروك، ممكن الهايبو فنتيليشن ترينينج، ممكن الميديكيشنز اوفر دوز مثل الاوبيويدز، مثل ممكن الاوبيسيتي ايضا تسوي هايبو فنتيليشن، ايضا الكرونيك ماونتن سيكنس اللي هي اللي يعيشون بالمرتفعات، الناس اللي تعيش بالمناطق المرتفعه اللي هي الهاي التيتيودز، المناطق المرتفعه. طبعا الهاي التيتيودز شنو معناها؟ انه عندنا الناس اللي تعيش بالمرتفعات. حسب ما معروف طبعا انه الاكسجين تكون كميته كبيره على مستوى سطح البحر، كل ما نعلى بطبقات الجو راح يقل الاكسجين. فالناس اللي عايشه بمناطق الجبليه العاليه هناك يصير عندهم نقصان بالاكسجين، فيصير عندهم زياده بكريات الدم الحمر كعمليه تعويضيه، او يصير عندهم شنو؟ كومبنسيتوري ميكانيزم، فيصير عندهم ادابتيشن. فالناس اللي عايشة على مستوى سطح البحر يكون عندهم أكسجين عالي، فيكون دمهم أقل من الموجودين بالمرتفعات. فنشوف أنه الأشخاص اللي يكونون عايشين على مستوى سطح البحر ويطلعون مثلا سفرة إلى جبل عالي جدا يحسون بدوخة، ويصير عندهم شنو؟ نقصان بالأكسجين، فيصير عندهم هايبوكسيميا. طبعا الديفيوجن امبيرمنت هنا راح يصير عندنا شنو؟ عندنا الالفيولار ارتيريال اوكسجين جراديانت، عندنا الاكسجين الموجود بالالفيولاي وعندنا الاكسجين الموجود بالكابيلاريز. فالاكسجين الموجود بالالفيولاي الى الاكسجين الموجود الكابيلاريز، هنا الفرق بيناتهم راح نسميهم شنو؟ راح نسميها الـ AA Oxygen Gradient. فالفرق بيناتهم طبعا راح ينطينا قيم معينة راح تساعدنا انه نعرف هذا الشخص ايش عنده مشكلة. طبعا هذا الشيء ممكن يحدد لنا شنو؟ يحدد لنا الغاز اكسشينج، حدد لنا الغاز اكسشينج بين الالفيولاي وبين الكابيلاريز، بين السي او 2 والاو 2. شلون؟ انه يجي عن طريق البولموناري ارتريز يطلع السي او 2 ويدخل الاو 2 يروح عن طريق البولموناري فين الى القلب. طبعا بالفي كيو ميس ماتش، طبعا الفي معناها فنتيليشن والكيو هي البرفيوجن. طبعا بالحالات الطبيعيه لازم يكونون ايكوال، الفنتيليشن والبرفيوجن لازم يكونون ايكوال. الفي كيو ميس ماتش هنا راح يكون السبب تقريبا الرئيسي للهايبوكسيميا. طبعا هو شنو؟ انه اكو مساحات باللانكس طبعا راح تستلم اكسجين ولكن الدم يكون بها قليل، والمساحات اخرى ايضا باللانكس راح تستلم اكسجين قليل ولكن بها دم اكثر. فهذا الشيء راح يسبب لنا شنو؟ راح يسبب لنا التغير بالجراديانت. يعني مثلا
عندنا الكابيلاريز راح يجي الاكسجين يدخل عن طريق الالفيولاي، فينتقل من الالفيولاي للكابيلاريز، وايضا الاكسجين يجي من الكابيلاريز ينتقل ام او عفوا السي او 2 راح يجي من الكابيلاريز وراح ينتقل للالفيولاي. فعمليه انتقال سي او 2 للالفيولاي هاي طبعا واثناء مرور السي او 2 طبعا من البولموناري ارتري الى البولموناري فين، فهاي راح نسميها البرفيوجن. اما الفنتيليشن هي عمليه عبور السي الاو 2 او الاكسجين من الالفيولاي الى الكابيلاريز. اتمنى انه تكون واضحه انه الفنتيليشن هي عمليه انتقال الاكسجين من الالفيولاي الى الكابيلاريز، اما البرفيوجن هي عمليه انتقال الاكسج السي او 2 من البولموناري ارتريز الى البولموناري فين، واثناء انتقال ايضا الاكسجين الى ايضا البولموناري فين حتى يروح للقلب. فهنا راح يصير انه اختلاف بينهم بين الفنتيليشن والبرفيوج. اذا صار اختلاف فهنا راح نسميه الفي كيو ميس ماتش. طبعا هذا الموضوع كلش معقد وطويل يحتاج محاضرات، فاحنا هذا بشكل مبسط. طبعا ايضا له علاقه بالرايت تو ليفت شانت. الرايت تو ليفت شانت شنو معناها؟ انه اكو امتزاج بالدم المؤكسج والغير مؤكسج، يعني اللي بيه اكسجين واللي بيه سي او 2. طبعا نعرف انه الجهه اليمنى للقلب بيها سي او 2 والجهه اليسرى طبعا غنيه بالاكسجين اللي راح يروح للجسم. فمرات يصير اكو فتحات بالقلب اللي هي الكونجنيتال انوماليز، طبعا راح ينتقل الدم من الجهه اليمنى الى الجهه اليسرى فراح يختلط الدم، فهذا راح نسميه الرايت تو ليفت شانت. وايضا اكو الرايت تو ليفت شانت وين؟ بمنطقه الرئه، فيصير ايضا هناك امتزاج بالدم المؤكسج بغير المؤكسج، فهذا الشيء نسميه الرايت تو ليفت شانت. طبعا الدم ينتقل بصوره طبيعيه من البولموناري فين قلنا، يحمل الاكسجين من الرئه وينتقل للجهة اليمنى من القلب، هذا الجهاز الدوران، يعني طبيعة جهاز الدوران شلون يشتغل. واللي وحامل الـ CO2 راح ياخذ الدم وراح يروح لللانكس حتى يصير التبادل بين الـ CO2 والاكسجين بصورة طبيعية. فأي اختلاف بين الـ او اي خلل يسبب انه صار امتزاج بين الاو 2 والسي او 2 راح نسميها الرايت تو ليفت شانت. وايضا اذا صار عندنا خلل بهاي العمليه اللي هي الفنتيليشن والبرفيوجن راح نسميها الفي كيو ميس ماتش. طبعا هذا بشكل مختصر عن هاي المصطلحات. لازم نخليها بال انه هاي المصطلحات هي السبب الرئيسي للهايبوكسيميا. احنا هسه نخلي بالنا هاي المصطلحات بشكل مختصر ونحاول انه ما نروح للتعقيدات اللي راح تسبب لنا انه يصير عندنا اختلاط بالمصطلحات. شلون نفهم مثلا الاي اي جراديانت؟ طبعا هذا الشيء مشروح بالبيسكس اللي يريد يتعمق اكثر بهذا الامر. طبعا الكلينيكال فيتشرز للهايبوكسيميا تعتمد على السبب. شنو سبب الهايبوكسيميا؟ راح يكون عندنا الكلينيكال فيتشرز معينه. طبعا يكون عندنا اكيد نقصان بالساتوريشن للاوتو اقل من 95%. طبعا هذا الشيء من نقيسه بالاوكسيمتري او الباس اوكسيمتري، طبعا راح يبين لنا كل شيء واضح. ساينوزز ايضا ممكن يصير ازرقاق، تاكيبنيا، شورتنس اوف بريث، بليوريتيك تشست بين الى اخره، حسب الايتيولوجي حسب السبب راح يصير عندنا كلينيكال فيتشرز معينه. بالدياجنوزز ايضا الاي بي جي هو الانيشال تيست، يعني اول ما نستخدم الاي بي جي اللي ذكرناه طبعا بالازمه، انه الاي بي جي هو عباره عن عده اشياء ممكن نسويها. راح يقيس لنا البي اتش ويقيس لنا البي اي سي او 2 والبي اي او 2 وايضا الاي سي او 3 اللي هي البي كربونيت. طبعا راح ينطينا عده قراءات، راح نشوف انه هذا الشخص عنده مثلا ريسبيراتوري اسيدوزز، ريسبيراتوري الكالوزز الى اخره. طبعا الاي بي جي كلش مهم وضروري حتى ينطينا نتيجه مؤكده للفحص، او ينطينا انه هل هذا الشخص عنده هايبوكسيميا او ما عنده. طبعا هذا الفحص كلش دقيق وينطيها بصوره مباشره.
البالس اوكسيمتري طبعا راح يشوفنا انه اكو نقصان بالساتوريشن قلنا بشكل واضح. اما بالتشست اكس راي طبعا هنا راح نسوي تقييم للاسباب اللي تسبب لنا هايبوكسيم، مثلا الانفلتريتيف بروسيس، مثلا اتليكتازيز، لارج بليورال افيوجن، نيوموثوراكس، وايضا نسوي تقييم للاكوت ريسبيرتوري ديستريس سيندروم اللي بعدين راح نجي نشرحها بالفيديو القادم. وايضا زياده بالجراديانت هنا راح يكون بسبب اما الشانت او الفي كيو ميس ماتش او ديفيوجن امبيرمنت. طبعا اما اذا كانت الاي اي جراديانت طبيعيه فراح نشك بالهاي التيتيودز او بالهايبو فنتيليشن. طبعا الالجوريثم اللي راح نشوفه هسه راح يوضح لنا هذا الشيء اكثر. نشوف هنا هذا لازم ننتبه هنا كل زين، لانه هنا راح نفهم الموضوع بشكل اكثر. طبعا الهايبوكسيميا هنا او نقصان الاكسجين بالارتري، من يصير عندنا الهايبوكسيميا طبعا راح اسوي تشيك للاي اي جراديانت. الاي قلنا الكبيره هي شنو، او الاي الكبيره هنا اللي هي الالفيولار اوكسجين، اما هنا اللي هي الارتيريال اوكسجين، فيصير هنا شنو اي اي جراديانت. راح اسوي تشيك لها. اذا صار عندنا انه الجراديانت طبيعيه قلنا ايش راح يصير عندنا، اما هايبوفنتيليشن او هاي التيتيودز اللي او المرتفعات العاليه مثلا. فمن يكون عندنا نورمال هنا راح نشوف انه اكو زياده بالبي اي سي او 2، طبعا هذا الشيء عن طريق الاي بي جي. اذا عندنا زياده بالبي اي سي او 2 طبعا هنا راح يكون عندنا هايبوفنتيليشن، فراح نشك بشنو، اما نقصان بالريسبيرتوري درايف، نيوروماسكولار ديزيزز. اما اذا كانت ماكو نقصان بالبي اي سي او 2 او طبيعيه، يعني كلها طبيعيه، فراح هنا نشك انه بالاشخاص اللي ساكنين بالاماكن العاليه طبعا يكون عندهم نقصان بالنسبة الاكسجين اللي يستنشقوها، او نسميها الكونسنتريشن اوف اوكسجين ذات بيرسونز انهيلز، يعني النقصان بالاكسجين، نقصان الاكسجين بالطبقات العليا من الجو. اما الاي اي جراديانت هنا اذا كان انكريز طبعا راح نشوف انه is PiO2 correctable with O2، اذا نو فهنا راح يكون عندنا شانت رايت تو ليفت، فراح نشيك بشنو الانتراكاردياك شانت، يعني ممكن وجود فتحة بالقلب، او فاسكولار شانت within lungs مثل ما قلنا انه اكو ايضا شانت من جهة الاوعية الموجودة باللانكس. اما اذا كان نعم فراح يكون عندنا ventilation perfusion mismatch، فراح نشك بعدة أمراض اللي هي الايروي ديزيزز مثل الأزمة، السي او بي دي مثل الانترستيشيال لانج ديزيزز، الالفيولار ديزيز مثل الاتليكتازز، نيومونيا، بولموناري اديما، ايضا بولموناري فاسكولار ديزيزز. فهذا الجدول كلش مهم يفهمنا شلون نقرا الاي اي جراديانت، شلون نستفاد منها اذا كانت انكريز او نورمال. اما بالنسبه للتريتمنت طبعا التريتمنت هنا راح نعالج الهايبوكسيميا بحسب الحاله اللي تسبب الهايبوكسيميا، حسب الامراض اللي تسبب الهايبوكسيميا، فراح نعالج الامراض ايضا بكل كل مرض بالادويه مالته، بالجايد لاينز مالته، وايضا الهايبوكسيميا راح نعالجه اكيد بالاكسجين ثيرابي، بالميكانيكال فنتيليشن، بالتكنيكس مال جميع التكنيكس مال فنتيليشن. فالاكسجين ثيرابي هنا راح يكون اعتمادا على الشخص وحسب الحاجه. طبعا هذا اهم ما موجود بموضوع الهايبوكسيميا. اي سؤال او استفسار عندكم او اسئله ممكن تراسلونا على موقع الجي اس ام، وراح نكون وياكم ان شاء الله بالاجابه لجميع استفساراتكم واسئلتكم. كان وياكم اخوكم داني مامو من فريق جي اس ام ميديكال اديوكيشن، نشوفكم ان شاء الله بالفيديوهات الجايه.